أخوات والاخوان تحيه مجدده ا أه السريع علاش انا عمري ما نشجع المنتخب انما يمكنش نسميه الوطني اولا ولا أو المنتخب المغربي ما يمكنش المنتخب ديال الجامعه الملكيه لكره القدم اولا لانني معارض لمنظومه الحكم اللي كاينه في المغرب واعتبرها لانها منظومه حكم غير صالحه وانتهت مدتها يعني الصلاحيات ديالها انتهت منذ انطلاقها يعني انا تعتبرها مده الصلاحيه ديال هذه المنظومه الحكم بشكلها الملكي المخزاني انتهت منذ اعلانها منذ الاعلان ديالها وتقويتها من بعد ما سمي بالاستقلال وهذا ماشي عدوانية لا لأنها فعلا أثبتت مع التاريخ على أنها كاع المؤسسات الملحقة بالمخزن ديال الملكية هي مؤسسات لا لخدمه الوطن وانما إمام مديوره لمراقبه الوطن ولا لقمع الشعب او لا لتغذيه ولا باش تزيد الفلوس في الجيب ديال الشفاره اللي ملفوفين حول المحور الملكيه اللي هي الشفار الكبير فبالتالي الناس التي يعتقدون على انهم هما ضد هذه المنظومه الحكم كذلك لا تهضرش على الاصلاحيين اللي باغيين يرقعوا اللي باغيين يشدوا دار مخرشه ويوقفوها بالعمدة على بركة مولانا يعني كما قلت في سابقا غدا طيح عليهم ما طيح عليهم خليها طيح عليهم هما ما يمكن شي هاد الناس هادو يعارضوا المنظومة الحكم وفي نفس الوقت يشجعوا مؤسسة من المؤسسات ديال هاد المخزن هذا لأن المخزن هو عبارة على اخطبوط عنده مخزن في كل يعني عنده امتداد في كل قطاع المخزن المخزن الاعلامي مثلا الثقافي والاعلامي هو بحال هذا اللي تصنع لنا هذا البيض بحال بحال تحفه وبحال المهداوي وبحال ابرناص وبحال ميسى سلامه الناجي وبحال طواجني ودابا مع عاوتاني راه صانع لنا واحد الواحد سميتو فرحان حتى هو تيهدر على انه كاين ديفو في واحد هو الهمه والى اخره جيل هذا الموضوع من بعد وكاين المخزن مثلا الاقتصادي وكاين المخزن آه في العسكري كاين المخزن الرياضي هو اللي مكلف يشد الرياضه ويجيري يدير لها تدبير على اساس انها تخدم المصالح ديال العصابه الحاكمه الجامعه الملكيه لكره القدم هي مؤسسه ديال المخزن دورها تما هو انها تستعمل كره من اجل انها تلمع الصوره الحكم لان صعيب عليها باش تجيب الفلوس بالعكس تتصرف الفلوس تلمع الصوره الحكم وكذلك تشد الناس ودير لهم التخدير اذا اي واحد تيسقط تحت التخدير ديال الجامعه الملكيه لكره القدم سواء على المستوى المنتخب ديال الذكور سواء على المستوى المنتخب النساء فهو راه فيه خلل فيه خلل يعني خلل يعني في علاقته في الانسجام ديالو مع انه يعارض وانه في نفس الوقت يوافق متحتشنا هو كل واحد بشيء بشعار شوف الاخوان كل واحد حر هذه وجهه النظر ديالي تنعبر عليها واللي عنده قناته وعنده صفحته وعنده كذا يعبر ولا هو على وجهه النظر يقول علاش هو تيعارض المنظومه ديال الحكم ولكن في نفس الوقت تي تيتهافت تي يعني التهافت التهافت على المنتخب ديال الجامعه الملكيه لكره القدم الجامعه الملكيه لكره القدم ميزانيتها 880 حاليا 880 مليون ديال الدرهم التعليم خدا كريدي آه وافقوا ليه على كريدي اخر قرض اخر اللي هو الشعب اللي على الكاهل الشعب وما يتصرف الا على ظهر الكاهل الشعب خدا كريدي 17 مارس 2023 آه البنك الدولي في واشنطن وافقوا له على قرض اخر هو ديال 250 مليون ديال الدولار ديال وخمسين تقريبا 240 مليار ديال السنتيم مغربيه من اجل شنو من اجل حقا اصلاح التعليم الى اخره هذا جاك هذا قرض ثاني من بعد ما كان خدا قرض ديال 2019 اللي كان ب 500 مليون دولار امريكيه من البنك الدولي كذلك من صندوق الدولي البنك الدولي وخداها كذلك باش يصلح التعليم واش من 2019 لدابا تصلح التعليم لا ما تصلح التعليم التعليم هي مازال تخرب التعليم غادي في اتجاه تخريب التعليم العمومي والهجوم على المؤسسات العموميه للتعليم وخصوصا التعليم وهذا الشيء اللي باغي البنك الدولي البنك الدولي باغي التعليم يمشي الى الخصصة باش ما يبقاش على كاهل النظام باش هذا النظام يقدر يرجع له فلوسه بالكريدي اللي تيتسالو صندوق الدق الدولي والبنك الدولي ما علموش تحت استثمارات باغي يرجع فلوسه اللي تلوم السفاره ديالنا هاد الميزانيات اللي تيتسلفوا بطبيعه الحال تيضربوا في الجيوبه ومن هنا راه هاد القجع ديالكم اللي دابا نتوما تتشجعوا ليه المنتخب ديالو وتتلعبوا الصوره وفي نفس الوقت تلعبوها راكم معارضين للقجع راه هو اللي كان مكلف بهذه الميزانيات هنا وهو كان مكلف بالميزانيات ديال لي بونيس اللي, اللي تيتعطاو للموظفين الكبار والى اخره هكا دار بلاصتو هاكا دار بلاصتو راه كاين واحد الفيديو جميل ديال الاستاذ علي المرابط على هذا الموضوع هذا ما نوليش نشترو سيرو تشوفوه فبالتالي كيفاش حنا قطاع اللي هو ما يعيش به اي مجتمع الا المجتمعات اللي تم تجهيلها حتى النخاع اللي حتى الخريجين ديالها ديال المدارس والجامعات ديالها هم جهلاء هما اللي تيقول لك ان ما كاينش مشكل نخسروا الفلوس على كره في الوقت لانه تمشي نتسلفوا باش نخسروا الفلوس على التعليم تمشي نتسلفوا باش نخسروا الفلوس على قطاع الصحه هادو بحال جوج الوالدين زوجة وزوج عندهم واحد سته ولا خمسه دراري وتي ما دار يوكلوهم ما قادرين يقريوهم ما قادرين يغطيوهم ما قادرين يكسيوهم ما قادرين يديروا ترفيه ما قادرين والو وتتفقوا بجوج على انه ماشي مشكل نمشيو نخسروا الفلوس مثلا على شي حاجه اللي هي ليست حيويه وضروريه لدوك الدراري هذوك ودوك الدراري بالجوع تيشوفوا والديهم تياخذوا من الميزانيه ويخسروها في شي حاجه اللي هي يمكن الاستغناء عليها تماما ودوك الدراري تيصفقوا على والديهم برافو جوعتونا وعطيوها له هو هذا هو داك اللي, اللي تعتقد على انه تعارض وتيناضل وهو واقف ساهي قدام الكاميرا ديال ديال التلفزيون اما شوف انا تنهضر على الناس اللي تبقى تعارضوا لان هذوك الناس ما زلت اكن لهم الاحترام بطبيعه الحال اما هادو اللي منخارطين مع هذا وعاجبهم الحال وتيقول لك لا مزيان احسن حاجه عندنا هي كره وطريق كره هذي العياشه والناس اللي هما عياشه وما عارفينش راسهم عياشه ولا تيلعبوها راهم ماشي عياشه زعما هادوك انا غسل عليهم يدي وهادوك فهمتيني من هادوك كما تيقول لك حطب ثورة واحد النهار لا شك فيه اذا ما يمكنش الا كان هذا المثال هذا غنشجعوا الوالدين انهم يديروا هكاك فغنشجعوا حتى حنا الجامعه الملكيه وهذا النظام هذا ينوض يعني يديروا لنا تاهما يخسروا فلوس على على شي حاجه اللي هي تفاوي ويخليوا الدراري في راه هذا هو المنطق اللي تيجعلني على انني عمري عمري غنشجع منتخب الجامعه الملكيه كره القدم لانه اداه من الادوات ديال تلميع الصوره ديال هذا النظام الجامعه الملكيه لكره القدم ما عندهاش جرام الغيره على البطولات الوطنيه مثلا ما عندهاش جرام الغيره على الفئات يعني البراعين اللي تيتلعبوا كره في الشوارع دير لهم انديه السميح دير لهم انديه في الاحياء اللي مجهزه بها مدربين وعليها مراقبه وعليها شويه ديال الدعم على الاقل في الهندام الكره والكواري الى اخره باش يطلعوا من الصغر لا هاد الجامعه ما تدير حتى حاجه على المستوى الكروي المحلي وتشجيع الشعب الفئات الشعبيه اللي تتلعب كره وتتبغي كره بصح وتتسنى حتى تجيه فرصه ويمشي يجيب منتخب جاهز من برا ويعطي الرشاوي حتى هي باش يبين بانه راه عندنا كره ويجيب لك لعابه ونضحك يقول لك هذا راه هاد اللعاب هذا اللي مولود برا وكبر برا راه منتوج ديال المعهد ديال محمد السادس ديال هذا فلذلك انا ما نقدرش انا نستحي على انني نجلس حال فمي وتنشجع المنتخب ديال الجامعه الملكيه لكره القدم نشجع اي منتخب اخر اللي بغيت اختاروا كما بغيت ما نشجعش المنتخبات ديال الدول للأنظمة الانظمه مضطهده الشعوب ديالها ما نشجعهاش الخير المنتخبات اللي عندها انظمه ديمقراطيه وموفره المينيموم ديال الشروط الانسانيه للشعوب ديالها نشجعها نشجع المنتخب الانجليزي نشجع المنتخب الكندي نشجع المنتخب الامريكي نشجع المنتخب ديال ديال ما شنو هو ديال نشجع انا المنتخب ديال مصر ولا المنتخب المغرب ولا الناس ما لاقيه ما تاكل في الزناقي والمنتخبات ديالهم تيخسروا عليهم ما عرفتش انا الميزانيه ديال المنتخب المصري كي دايره ولا الميزانيه ديال المنتخب الجزائر كي دايره ولا الميزانيه ديال المنتخب التونسي كي دايره على تقضيو على الظواهر ديال الفقر اللي عندها علاقه مع الامور الاساسيه والمحوريه اولا عاد جيو كلمونا على كره ماشي الكره تستعمل لتلميع الصوره تكون صوره متعفنه بحال الصوره ديال المغرب المراه تدي بنتها تعطيها لواحد باش يعطيها لحوليد العيد وتدي بنتها تتاجر فيها باش تجيب بنات مغربيات يعطيو نفوسهم على قبل طاكوس على قبل حنا نهضروا على ان الان... اول كره وتكلاسينا الرابعين فاش تكلاسينا وشنو استفدنا من الكلاس ديالنا الرابع زاد عندنا المدخول طورات عندنا استثمارات جاو عندنا الناس مشاريع ما باقيين على أساس أننا بؤرة من بؤر التخلف في العالم إذن الحرية لكافة المعتقلات والمعتقلين والمجد والخلود لشهداء المقاومة الفلسطينية والى اللقاء